السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن حفل زفاف أسطوري لفنان شهير. هقول لكم تفاصيل الخبر، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن شقيقة هنا الزاهد تتحدث عن حالتها النفسية بعد الانفصال عن الفنان أحمد فهمي. هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن الفنان شريف منير بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة. هقول لكم كل التفاصيل، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن استدعاء من النيابة عامة للفنانة شيرين عبد الوهاب. طب ايه الموضوع؟ هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم باول موضوع، حفل زفاف اسطوري لفنان شهير. مين الفنان ده وايه الموضوع؟ هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. بصوا، حفل زفاف ساديو ماني، هقول لكم شوية تفاصيل. ساديو ماني طبعا كلكم عارفينه. قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، فاجأ السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي الجميع بعقد قرانه على شريكة حياته التي تجمعهم قصة حب من الطفولة في حفل بسيط بحضور المقربين. حفل زفاف ساديو ماني أقيم بالعاصمة السنغالية، حيث ظهرت شريكة حياة اللاعب السنغالي للمرة الأولى بعد سنوات حرص على إخفاء علاقته بها عن الأضواء. وأظهر الفيديو الأول لعقد قران اللاعب على زوجته التي تدعى عائشة تواجدها رفقة خبيرة التجميل التي حرصت على إخراج العروس في صورة بسيطة قبل مراسم حفل الزفاف. ظهرت العروس التي تعود أصولها إلى قرية سنغالية في مظهر بسيط وأنيق، خطف الأضواء على موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. توقيت زفاف ساديو ماني أثار ضجة كبيرة، حيث يستعد اللاعب السنغالي للدفاع عن لقب أفريقيا الذي ساهم في تتويج بلاده به النسخة الماضية. ساديو ماني يا جماعة زي ما قلت لكم لاعب النصر السعودي، كان بيحتفل بحفل زفافه امبارح على عائشة. عائشة دي يا جماعة حب عمره زي ما هو بيقول. هحط لكم الصور، العروسة زي القمر، وهو كمان هحط لكم كل الصور حفل الزفاف عندي على الصفحة. الموضوع الثاني، موضوع شقيقة الفنانة هنا الزاهد طالعة بتتحدث او بتكلمنا عن حالتها النفسية بعد الانفصال. طب ليه طلعت اتكلمت في التوقيت ده مع ان الفنانة هنا الزاهد متطلقة بقالها 4 شهور بسبب عيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد؟ طلعت من يومين واحتفلت بعيد ميلادها يا جماعة بشموع سودة وكمان بلالين سودة وكمان فستان اسود، وده اللي خلى المتابعين يقولوا هي زعلانة ولا ايه او ايه الموضوع. هي من ساعة بعد انفصالها بقى، وكان اول عيد ميلاد بعد انفصالها، هي زعلانه ولا ايه؟ فالمتابعين كلها عمالين يقولوا هو في ايه، ايه الحاله النفسيه للفنانه هنا الزاهد؟ ده اللي خلى اختها تطلع وتتكلم على موضوع الحاله النفسيه لاختها بعد ظهورها بفستان اسود وشموع سودا وبلالين سودا في احتفالها بعيد ميلادها بعد انفصالها. اقول لكم شويه تفاصيل. طمأنت الجمهور حول شقيقتها الفنانه المصريه بعد ظهور الفنانه بفستان اسود خلال الاحتفال بعيد ميلادها 30، وهو ما جعل الجمهور يتحدث عن إمكانية مرورها بأزمة نفسية بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي عقب 4 سنوات من الزواج. كشفت فرح الزاهد اللي هي أختها عن حالة شقيقتها النفسية وسبب لجوها إلى الاحتفال وحيدة بعيد ميلادها 30 وهي ترتدي فستان أسود وخلفها بالونات باللون الأسود. وأكدت شقيقة هنا الزاهد أن حالتها النفسية جيدة وظهورها بهذه الإطلالة يوم ميلادها لا يشير إلى أي شيء كما اعتقد البعض، قائلة هي كويسة جدا، ده فستان عادي. وأكدت على دعمها لشقيقتها، موضحة أنها وشقيقتها يقفلن مع بعضهم البعض من أجل التعامل مع كافة الظروف والمواقف التي تمر بهن. كلنا مع بعض، احنا دايما اخوات بندعم بعض في كل حاجة، احنا ملناش غير بعض. يعني طلعت قالت لهم عادي يا جماعة، هي مجرد فستان ومجرد شموع ومجرد بلالين، يعني هي بتحب تحتفل كده. وقالت ان هي مش بتمر باي وعكة صحية او بوعكة نفسية، هي حالتها النفسية كويسة جدا وده مجرد موضوع عادي. فانا حبيت اوضح لكم الموضوع بعد ما ناس طلعت وقالت ان هي زعلانة عشان اتطلقت من احمد فهمي، فعشان كده كانت عاملة كل حاجة سودة في عيد ميلادها. لا يا جماعة، في ناس بتحب تحتفل بعيد ميلادها بشكل غير تقليدي،
بس ده الموضوع. الموضوع التالت موضوع نقل الفنان شريف منير للمستشفى، واول ما اتنقل قالوا له لازم تدخل تعمل عمليه جراحيه حالا. طب ايه الموضوع؟ هقول لكم شويه تفاصيل. الفنان شريف منير اسمه الحقيقي شريف احمد منير، ممثل مصري ولد ونشأ بمدينة المنصورة، وتخرج من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته في مسلسل رحلة المليون بمواليد 14 مايو 1959، عنده بالظبط 64 سنة، من المنصورة، متجوز من لورا عماد واتطلقوا، عنده من الأولاد أسماء وفريدة وفؤاد، يعني بنتين وولد. الموضوع تعرض الفنان شريف منير الى وعكة صحية مؤخرا، بسبب الوعكة دي يعني، مما دخل على اسرها المستشفى لاجراء عملية جراحية. ايه هي العملية دي؟ عمل عملية اسمها عملية فتاء، وشارك منير صورة له بعد خروجه من العمليات عبر حسابه الرسمي الشخصي على الانستجرام، معلقا عليها قائلا عملية فتاء على الماشي كده، الحمد لله، شكرا للدكتور احمد شكري، الف شكر للمستشفى. فهو طلع يعني شكر المستشفى وكل العاملين فيها والدكاترة والممرضين بعد ما خرج من المستشفى. كان بيعمل عملية جراحية، تعب فجأة ودخل المستشفى وقالوا له لازم تعمل عملية حاجة. اعذروني يا جماعه انا بتكلم بالعافيه لان انا عندي والله العظيم برد جامد، وكل حته فيا يعني مناخيري وودني وكل حاجه مسدوده، مش سامعه ولا شايفه ولا اي حاجه. الموضوع الرابع موضوع استدعاء للفنانه شيرين، استدعاء النيابه المصريه للفنانه شيرين. طب الموضوع هقول لكم. أصدرت النيابة العامة المصرية قرار باستدعاء المطربة شيرين عبد الوهاب على هامش تحرير بلاغ بحقها، وصدر الاستدعاء بحق شيرين عبد الوهاب بغرض الاستماع إلى أقوالها في الاتهام الموجه إليها الخاص بتعديها بالسب والقصف على منتج شهير. وفي وقت سابق حرر المنتج ده بلاغ لمباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات اتهم فيه شيرين عبد الوهاب بسبه وقصفه والتشهير به دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي. يعني هي متهمة ان هي جماعة في منتج شهير رفع عليها محضر بالسب والقصف، فكانوا مستدعينها في النيابة العامة عشان ياخدوا اقوالها في الموضوع. بصوا يا جماعة، انا كنت قايله لكم ان انا مش هرد على تعليقات سلبية تاني، كنت قايله لكم انا مش هرد على حد، بس بجد بجد يعني انا والله العظيم يا جماعة عايزة اقول كلمتين. اولا انا هعتذر للناس اللي هي بتتضايق مني، الناس اللي بيقعدوا يقولوا لي انت رغايه، صدعتينا، انت بتقري لنا من الموبايل، انت طب ما احنا عادي ممكن نقرا من الموبايل الخبر، انت ايه الجديد اللي بتعمليه؟ يا جماعه والله العظيم انا بسهر علشان اقعد احضر الاخبار دي، وبقعد ادخل مواقع واروح واجي على التليفون وادور على المصدر الحقيقي واشوف ده صح ولا غلط عشان ما حدش يطلع ينتقدني. بجيب لكم ليه من الموبايل وبقعد اقرا، لاني بجيب لكم الموضوع زي ما مكتوب بالظبط من المصدر الحقيقي، فما اقدرش احفظ ده كله في دماغي. وكنت قبل كده بحفظ وبقعد اكرر واقول لكم قدامكم في الكاميرا، كان في ناس بتقول لي ايه مصدرك، فانا بقيت اجيب المصدر. وبرضه الناس اللي بتقول لي صدعتيني انت رغاية، انا بحب اجيب لكم يا جماعه يعني الموضوع بتفاصيله كامله. وانا اسفه اذا كنت بضايق اي حد، والله يا جماعه ده شغلي انا، ما اقدرش يعني. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه تاني؟ انا بعمل حاجه في بيتي وانا قاعده مع اولادي، تجيب لي اي مصدر رزق؟ واللي متضايق مني يا جماعة أو بيتعصب مني أو بيقول إن أنا بصدعه، أنا آسفة وحقكم عليا، وهحاول الأيام الجاية الناس اللي بتقعد تقول لي أنت فلاحة، أنت طريقتك في القراءة مش كويسة، أنت ما بتعرفيش تقري، يا جماعة أشتغل على نفسي وهحاول إن أنا أحسن من نفسي اليومين الجايين. وأنا آسفة إذا كنت بضايق أي حد، حقكم عليا وده مصدر رزقي والله يا جماعة، أنا بعمل الشغل ده عشان يجيلي منه أي، انتوا عارفيني يعني، عشان تساعدني على المعيشة انا واولادي وكده يعني، فاهمين يا جماعة؟ بس انا حبيت بس اوضح لكم، وانا اسفة حقوقكم عليا اذا كنت بضايق حد، وان شاء الله باذن الله هشتغل على نفسي، وان شاء الله تلاقيني اليومين الجايين باذن الله هبقى احسن من كده، وحقكم حقكم عليا كلكم يا جماعة.